في اسئله بشوفها على الفيسبوك وانا بقلب، فانا قررت ان انا اعمل بيها فيديوهات هنا بحيث تبقى الفايده عامه للناس كلها. بالنسبه اللي بيسال السؤال ده، هو هنا بيشرح ان هو بيقول كان في الاول كان بيلعب بالموبايل عادي جدا، بيعمل ترويج للبوست عن طريق المنشور نفسه، ودخل وعمل ترويج والكلام ده كله، وطلع نتيجه حلوه جدا جدا في نظره هو اللي هي تقريبا 8 قروش. بحيث لما دخل عمل من الكمبيوتر وادى ميزانيه اعلى وظبط الصوره وظبط الاستهداف وكل حاجه، بقى الانجيجمنت بوست 80 قرش. فطبعا ده فرق كبير جدا جدا. فردا على عامل البوست ده، اول حاجه انت الانجيجمنت ده معرفش انت عامله الهدف ايه، بس هو لو انت عامله لهدف مبيعات او كونفرجن او اي حاجه بحيث ان انت تبيع، ده مش هيفيدك. ان ده من الاخر بيجيب لك الناس اللي هم بيعملوا تفاعل بس. يعني هو الفيسبوك مصنف الناس، ناس بتبعت رسائل، ناس بتعمل تفاعل، ناس بتحب تسجل الليد، ناس بتحب تعمل كونفرجن على الموقع. فانت لما هتعمل البوست انجيجمنت، فده هيجيب لك الناس اللي بتعمل تفاعل بس. انا ما اعرفش انت سبب البوست اللي عامله ايه، بس لو عايز تفاعل بس تمام ماشي مفيش مشكله. انما لو انت كان هدفك ان انت تعلي المبيعات مثلا او ايا كان حاجه بتبيعها او خدمه بتقدمها، فده مش هيفيدك بحاجه. ده رقم واحد. رقم اتنين، بالنسبه انت بتقول هنا الاول على الموبايل التفاعل كان اكبر، بحيث التاني عكس التاني. ملحوظه للناس كلها، الفيسبوك كل ما توسع الاستهداف بتاعه هيديك نتيجه اعلى. مش شرط النتيجه دي انت اللي عايزها، بس هو هيديك نتيجه اعلى من اللي انت طالبه. انت طالب دلوقتي انجيجمنت، زي ما شرحنا قبل كده في فيديو، ان انت لما بتعمل ترويج للبوست من البوست نفسه مش هيبقى فيه النقطه بتاعت تضييق نطاق الاستهداف، وان انت تختار حتت معينه والكلام ده كله، تمام؟ فبالتالي هنا انت مستهدف في البوست الاول شريحه اكبر بكتير جدا. يعني هتلاقي في الجمهور المقدر عندك مثلا البوست الاول 3 4 مليون، هتلاقي الجمهور المقدر في البوست الثاني اللي هو انت بتقول وحش ممكن تلاقي مليون، نص مليون، ايا كان. فهو ده السبب ان انت ضيقت الاستهداف. انت كل ما تدي الفيسبوك راحته هيجيب لك نتيجة احسن، بحيث هيعرف يدور يوصل للناس احسن اللي هم فعلا هيبقوا محتاجين الخدمة بتاعتك. بس خلي بالك، لو انت مثلا زي ما شرحت قبل كده، لو انت عندك مشروع محلي مثلا، حلاق ولا عيادة اسنان في حتة محلية، وانت وسعت الاستهداف علشان عايز الناس تجي لك اكتر او يبقى فيه تفاعل مع البوست اكبر، ماشي الناس هتتفاعل مع البوست اكتر، بس زي ما قلت لك مش هيحقق لك مبيعات. اتمنى ان يكون الرسالة وصلت في الفيديو ده، ولو حد حابب اي حاجة سيبها في كومنت وانا هشرحها لك.